تمام. وانا اه طبعا، طالما متسجل عليه شغلك ولا الموبايلات حضرتك بتوعك الشخصيين، انا مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص، الا علشان اصل في الكلام، اللي الكلام خوف الناس يا فندم لا لا دكتور لا، ماجد، احنا مش كلام خوف بنخوف حد الناس استاذ وقال عزه، عايزين الناس تجيب كل الذهب اللي بره وتجيب كل الدولارات والعمله الاجنبيه اللي بره وتيجي وهنشيلهم على دماغنا، بس يفصحوا ويقروا بالحاجه اللي معاهم، هتلاقينا احنا مرحبين بيهم واحنا مواطنين برضو عايزين الخير للبلد وعايزين اقتصاد البلد يقوم وكل ده، يعني احنا ايوه هي الجزئيه بقى اللي حضرتك قلتها دي يا دكتور ماجد. صدقني انا بتعامل مع الموضوع للمصلحه العامه، طبعا مصلحه الناس ومصلحه حضراتكم ايضا. طبعا فانا بتكلم على انه انت عارف مش كلنا اللي عارفين اللائحه التنفيذيه ولا كلنا عارفين الممنوعات ايه ده دور كحجم الاعلام ودور وكقدر. حضرتك تدينا الفرصه ان احنا نوضح للناس، فمهم ده الناس شيء تبقى جميل عارفه، يعني، انا بشكر حضرتك عليه. مهم الناس تبقى عارفة انه لا، لانه الناس خدت الكلام والتصريحات بتاعت حضراتكم قبل كده او القصة دي بقت خايفة تقول لك الله، طب ده احنا كده يعني ازاي طب ده بس اسمحي لي اسالك، طيب ايه اللي خوف في التصريحات لا هو عشان نوضح؟ وانا اللي بسأل حضرتك لا ما انا مفيش انا حاجه اللي بسأل تخوف، حضرتك. الناس ده قالت، انا اخر تصريحات قلت يا جماعه هاتوا كل حاجه اقول لك بره الناس مصر. قالت ايه، اقول لك الناس قالت ايه، الناس قالت عايزين ياخدوا مننا جمارك على الفاضي والمليان. أكيد أنت سمعت الكلام ده والله احنا صح ولا احنا غلط؟ لا أه؟ لا لا، بص مش أنت الانسان اللي سألتني، ما كنتش عايز أجاوب. لا لا، طب ماشي ما انا هجاوبك. هو انا دلوقتي، هو انا يعني، هل الدولة بتدينا قوانين بنظلم بها الركاب او المواطنين؟ مستحيل. هل احنا نقدر نعمل حاجة خارج القانون؟ مستحيل. يبقى الاثنين على بعض، احنا بننفذ القوانين وبروح القانون وفي صالح الراكب، بس هي الناس بس بتحب ايه، في يعني انا بشوف ناس تطلع من بره المطار يصرف كده 5000 جنيه وما يدفع، مش عايز يدفع 1000 جنيه للجمارك، والناس عندها ثقافة مش عايز يدفع فلوس للدولة حتى لو بالقانون، لكن سهل جدا يطلع يدفع يصرف في أي حاجة تانية. دي ثقافة مش بتاعتي، لكن أنا عايز أقول إن إحنا لا نستطيع، لأن كله الدفع والسداد الرسوم الجمركية بيتم من خلال الإقرار الجمركي والشهادات الجمركية، مستحيل أدفعه حاجة بدون وجه حق أوديها مهم فين، مهم. ملهاش فايدة وانا عندي يعني. يعني اسمح لي اقترح على حضراتكم اقتراح اتفضلي اتفضلي. ومعرف فكروا فيه، فكرة الممنوعات وفكرة الحاجات المسموح بيها، يعني لو تتعمل كده على شاشات في المطار، يعني تبقى برضو الناس هو للي مش عندنا في متابع شاشات كمان ومش عارف موجودة في شاشات وفي بشكل إرشادي، واضح. علشان وخاصة في موضوع العملة اللي حضرتك كان برضه أنا متوقع تسأليني فيه. كان بقى يعني متاح ليا ان انا اسافر وانا معايا عملة قد ايه، ده لو لا حد عارف احنا يجيب عملة يعني. بنتكلم الأول على الوصول اللي يهم حضرتك ويهمني، تمام. إن احنا عايزين البلد يدخل فيها عملة صعبة وانا جاية من بره، وانا جاية من بره أي بدون متاح حد ان انا أقصى، يبقى معايا قد ايه؟ بدون حد أقصى يا أستاذ عزة، بشرط الإفصاح، يعني بدون يقول إن حد أنا اقصى، معايا يعني انا ممكن اسافر وارجع بنص مليون دولار مثلا او يورو وأكتر من كده. واكتر. بس حضرتك بتتعمل إقرار من نسختين، إقرار عملة من نسختين، الرقم مفتوح مبدئيا الرقم عشان بس مفتوح بس بشرط الإفصاح. تمام. ليه بشرط الإفصاح؟ عشان خاطر بدون إفصاح لغاية 10,000 دولار يدخل عادي من غير ما